الناصريه دائما بيها الحمى النسفيه على مستوى عالي المستوى. طيب احنا لما تكون عندنا بؤره وعلى مدى السنوات يفترض هنا أنا اكو مسؤول مقصر، ما ادري اكو وحده طبيه مقصره، انا اقول هي متوطنه في ذي قار وارحه في الناصريه، ولكن هي تنتقل من الحيوان الى الانسان. طيب. ومثل ما قال هو بالحيوان سايلنت، احنا من يظهر ادنى بانه اكو شخص مصاب ظهرت عليه الاعراض احنا نبلغ الاخوه بانه يقومون باجراءاتهم يسوون زون، وهذه الاجراءات واضحه بانه يتم الرش التغطيش وشنو الاليه مالهم ويمنع دخول وخروج الحيوانات منها، هذه نعرفها. بس ليش تبقى ذي قار كل سنه هي الاكثر؟ ذي قار كل سنه معناها بانه لا زال هناك مربين غير ملتزمين. هاي واضحه. هذا ما يحتاج اشرح لك اياه. واني معناها بانه ليش انا هسه قلت لك، انت قلت لي شلون يكتشف، انا اقول لك اخو احنا اصلنا من الارياف وهم نربي حيوانات نعرف هذه. انا مثل ما يقول هو اغلب مربي الحيوانات اللي هم شغلهم تربية الحيوانات تعرف هذا يهتم بكل شيء بكل واردة، يعني من يربي الحيوان خاصة لأغراض التسمين وما تسمين يصرف عليه أم قد وزن فلوس، حتى سواء كان كعلف سواء كان كأدوية سواء كان كلقاحات كل شيء ينطيه، لأن هذا يريد بالأخير يبقى سالم ويبيعه.